السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. ماش بدي أعتذر بالبداية عن الإشكالية اللي صارت في محاضرة الأحد. للأسف المشكلة خارج عن إيدي، وحاولنا نجيب جماعة الحاسوب ويحلوها وما زبطت. على كل حال أنا سجلت المحاضرة للجماعة اللي ما كانوا حاضرينها، وبرضو اللي حضروا هذا بحبوا يعيدوا حضورها. محاضرتنا اليوم راح تكون عن البيولوجيكال سيستم أناليسيس أو الأوفر فيو أوف مايكروبيولوجي. راح نحكي في مقدمة بداية عن المايكروبيولوجي وأهميته في موضوع البيوكيميكال بروسيسنج أو البيوكيميكال انجينيرينج. عن نظام التسمين اللي هو النيمينج، راح نتحدث عن الدايفيرسيتي، نشوف ايش هي البروكاريوتس واليوكاريوتس، كثير من المهمة، ونحكي عن الريبرودكشن او مايكرو اورجانيزمز. هلا بالنسبة للبيولوجيكال سيستمز، في عندنا عدة مستويات. عشان نفهم البيولوجيكال سيستم، في عندنا السيل ليفل، موليكولار ليفل، بوبيليشن ليفل، اند برودكشن ليفل. هلا يمكن اكثر شيء بهمنا احنا السيل ليفل، موليكولار ليفل، وشوي البوبيليشن اند برودكشن. تمام، بالسيل ليفل احنا بنحكي عن المايكروبيولوجي بشكل عام والسيل بيولوجي. الموليكولار ليفل على مستوى الموليكولز او الجزيئات، نحكي عن البيوكيمستري وعناصر البيوكيمستري المختلفة اللي راح نحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل بوقتها. الموليكولر بيولوجي صراحة ما بنركز كثير عليه. بعدين في عندنا البوبوليشن ليفل، اللي هو كيف نتعامل مع المايكروبيولوجي as a population and their ecology، اللي هو عملية تفاعلها مع البيئة وتطورها. وفي البيوبروسيس، اللي هو بنركز احنا على البيوبروسيس أو البيوكيميكال انجينيرينج on the production level. تجاوز هذا السلايد. هلا مايكروبيولوجي is a Greek word. Micro means micron, small. And biology is study of life. As you saw, it's the study of microorganisms at the cell level. طبعا microorganisms أو microbes sometimes اختصارا بنسميها. So microorganism refers to any organism too small to be viewed by the unaided eye, as bacteria, fungi, and algae and protozoa. بالنهاية المايكرو أورجانيزمز أي شيء ما بنقدر نشوفه بالعين المجرد هو يعني يعتبر مايكرو أورجانيزم. طيب، هلا على مستوى الخلية، طبعا السيل is the basic unit or block of life. السيل عادة بكون فيها، طبعا هي بتعرفوا الخلية بتكون حية عادة، وبكون فيها الكائنات الحية بتكون حية، ففيها العمليات الحيوية الأساسية، التنفس، التكاثر، التغذية، كل الأشياء هاي. فبالتالي فيها بكون عناصر أو اللي هي بنسميها الأورجانيلز والأعضاء، اللي هي تستخدم في العمليات الحيوية المختلفة للخلية. Within the cell are various organelles، اللي هي عضيات بنسميها وأعضاء صغيرة. For controlling life processes such as cell intake of nutrients، اللي هي يعني عملية التغذية والأكل للمايكروأورجانيزمز والخلايا. Production of energy، اللي هي إنتاج الطاقة. Discharge of waste material، التخلص من يعني المخلفات بأنواعها. والreproduction، اللي هو التكاثر. على اللي بهمنا في الميكروبيولوجي نتعلم كيف نسمي الخلايا، اللي هو السيل نيمينج او النيمينج اوف سيلز. في عندنا برايمري كلاسيفيكيشن للمايكرو اورجانيزمز، اللي هي بروكاريوتس، يوكاريوتس، اند فيروسز. في عندنا ثلاث اقسام. بروكاريوتس اللي هي البكتيريا بشكل رئيسي، طبعا بروكاريوتس اللي هي تسمى البدائيات sometimes. اليوكاريوتس اللي هي مور ديفلوبد، يعني البروكاريوتس البكتيريا اللي هي ذا سمبلست فورم اوف لايف. بدأ اليوكاريوتس بتيجي أكثر تطوراً، وهي بتشمل الفنجاي اللي هي اليست أند مولد.
الفنجاي اللي هي الفطريات تشمل الخمائر والأعفان، اليست اللي هي الخمائر، والمولد اللي هي الأعفان، وفي عندنا الألجي اللي هي الطحالب. ماشي، طبعا هذول في فروق بيناتهم راح نحكي عنهن بوقتهن. وفي عندنا النوع الثالث الفيروس اللي هي تعتبر يعني مش كائن حي، هي بتكون حية لما بكون في عندنا هوست أو عائل يحتضنها، لأنها غير قادر على التمثيل الغذائي وعملية يعني بتقدرش تعيش لحالها، خلينا نقول هي متطفلة على العائل. فهي بالنسبة للفيروسات، طبعا الفيروسات مش موضوع ما راح ندرسه، ما بيعنينا كثير. هلا راح نشوف الميكروبيال سيل كاركترستيك لكل نوع منهم بشيء من التفصيل. نبدأ بالعملية النيمينج of the cells. عادة نستخدم dual name اللي هو genus and species. genus and species يعني الجينس اللي هو خلينا نسمي الفاميلي، والسبيشيز اللي هو يعني الجينس زي الحمولة مثلا أو العشيرة، والسبيشيز اللي هي العائلة. وبعدين في عندنا السترين، هون آخر إشي راح يكون سترين. إذا في ثلاث مقاطع، المقطع الأول اللي هو خلينا نسمي العشيرة والحمولة الجينس، ماشي، group of related species، والسبيشيز اللي هي organisms that are substantially alike، زي الإخوان مثلا خلينا نحكي هيك داخل العائلة. وبعدين في عندنا المستوى الثالث اللي هو بنسميه السترين، السترين اللي هو specific microbe. طبعا ممكن يكون عندنا سترين وممكن يكون سب سترين، يعني اكثر من ليفل. اخذنا على سبيل المثال هون في عندنا امثله الاشريشيا كولاي او الاي كولاي، عندنا الجينس اللي هي الاشريشيا او الاي اختصارا، والكولاي اللي هي السبيشيز. هون عندنا مثلا الاي كولاي كي 12، هلا هاي هون الجينس اللي هو الاي اشريشيا، السبيشيز اللي هو الكولاي، والسترين اللي هو الكي 12. فهيك احنا بنحدد المايكرو اورجانيزم بشكل فيري فيري سبيسيفيك. تمام، امثله مختلفه. طبعا بدكم تنتبهوا انه عاده يعني اسماء المايكرو اورجانيزمز بتكون بالايتاليك مايل يعني، والاسم الاول اللي هو الجينس بكون عاده كابيتال لتر، ببدا سبيشيز سمول لتر. هلا السترين زي ما انتم شايفين هون بكون عادي يعني مش ايتاليكس حسب النوع. تمام، هلا نيجي على الميكروبيال دايفرسيتي. هنا بنقصد بالدايفرسيتي اللي هي تاثير البيئه والادابتيشن اوف ذا مايكروبس تو انفايرمنت. ونبدأ بالتمبريتشر as يعني an important parameter. temperature في عندنا سايكروفايلز اللي هي معناها low temperature، وهي بتعيش على درجات حرارة أقل من 20. النوع الثاني طبعا هاي في أمثلة عليها، الأمثلة مش للحفظ بس مشان تعرفوا يعني إنه في عندنا أنواع من المايكرو أورجانيزمز بتعيش على درجات حرارة منخفضة. الميزوفايلز اللي هي عادة ميزو معناها متوسط، بالتالي هي بتحب الحرارة المتوسطة بين 20 و50. ومعظم المايكرو أورجانيزمز المستخدمة بالإندستريال فيرمنتيشن أو بالبايوكيميكال بروسيسز بتعيش بالرينج هذا، مثال صناعة الأجبان مثلا المخمرة، اليوغرت، المشروبات الكحولية، باستخدام الساكروميسا السيرفيسي اللي هي نوع من أنواع الخمائر اللي بتعيش على درجات حرارة متوسطة. النوع الثالث اللي هو الثيرموفايلز، وهذا بفضل درجات الحرارة اللي أعلى من 50، مثال عليها الثيرماس أكواتيكاس كواسيكاس اللي هو بتحمل درجات حرارة عالية، وعادة بيعيش لحد 70 درجة حرارة مئوية. الرينج بالعادة من 50 ل 80 اللي هو بالنسبة للثيرموفايلز. هلا طبعا ما الميكروبس إلى حد لتحمل الحرارة، بعديها بتموت، اللي هي بنسميها هي الاستريلايزيشن تمبريتشر. استريلايزيشن عادة الستاندرد تمبريتشر اللي هي 121 دقريز سلسيوس. البي اتش هلا اللي هي الحموضه، في عندنا نوعين حسب البي اتش، في الاسيدوفايلز والالكيلوفايلز. الكيلوفايلز اللي هي او الاسيدوفايلز عفوا اللي هي الميكروبات اللي بتتحمل الحموضه
العالي بمعنى pH بتكون منخفضة. هاي موجودة مثلا في الأسيد ماين درينج اللي هي المناجم اللي بيكون فيها مي حمضية على pH أقل من 3. في عندنا الألكيلوفايلز اللي هي عادة بتعيش على ظروف قاعدية من 9 إلى 11، ماشي، من 9 إلى 11 pH، ماشي، مثل الباسيلس أوكينس. طبعا هذول بكونوا لهم أهمية اقتصادية للميكروبس حسب استخداماتهم المختلفة. العنصر الثالث أو الفاكتور الثالث اللي هو المويستشر. والله المويستشر طبعا في عندنا تو كونسبتس للمويستشر، في عندنا التوتال مويستشر اللي هي المحتوى الرطوبي، وفي عندنا الووتر اكتيفيتي. هلا التوتال مويستشر اللي هي كمية الرطوبة الموجودة مثلا مكعب الثلج نسبة الرطوبة في 100%، بينما الووتر اكتيفيتي اللي هو الماء. السلام ورحمة الله. هلا الووتر اكتيفيتي بالعاده يعني هو ريبريزنتيشن للافيلبل ووتر. كل ما كان الووتر اكتيفيتي اعلى معناته كميه المي اللي هي افيلبل للمايكرو اورجانيزمز اعلى. تمام، اذا في فرق بين التوتال مويستشر والافيلبل مويستشر، لانه الافيلبل مويستشر هي يعني اللي بتهمنا، وهي بيعبر عنها ايش اسمه الووتر اكتيفيتي. قلنا مثلا الثلج او مثلا المحلول الملحي كمية المي فيه عالية، ولكن المي الأفيلابل بتكون قليلة، وبالتالي بيكون لو ووتر اكتيفيتي. تمام، هلا اللي الكائنات الحية اللي بتفضل الهاي مويستشر اللي هي الألجي، اللي بتفضل اللو مويستشر اللي هي المولدز. نيجي على الأكسجين اللي هو العنصر الرابع. ثلاث أقسام من البكتيريا، في عندنا الإيروبيك اللي هي بتحتاج الأكسجين ما بتعيش بدونها، طبعا المايكرو اورجانيزمز احنا بنحكي بشكل عام، والانيروبيك اللي هي ما بتعيش بوجود الاكسجين، فالاكسجين بالنسبه لها سام او مثبط. والنوع الثالث اللي هو بنسميه الفاكولتيتيف مايكرو اورجانيزمز، وهاي ما بتفرق معها سواء كان في اكسجين او ما فيش اكسجين، بس طبعا الميتابوليك باثوي او نتائج الميتابوليزم تكون مختلفه. على تقريبا all animals most fungi and several bacterial aerobes اللي هي المور كومون، والانيروبس معظمها اللي هي البكتيريا. طيب نيجي لنيوتريان سورس رقم 5. The microorganisms are classified into two categories according to their carbon source. في عندنا الهيتروتروفس والاوتوتروفس حسب استخدامها لمصدر الكربون. إذا كان الهيترو معناه الكربون أو الكربون مستخدم متنوع من مصادر متنوعة مثل الكربوهيدرات مثلا، الليبيدز، الدهون، الهيدروكربونز بأنواعها، ماشي، تستخدم هاي أنواع مختلفة من الكربون as energy source. الأوتوتروفس اللي هي بتستخدم فقط الكربون دايوكسيد، زي مثلا النباتات الألجي هاي اللي بتعمل فوتوسينثيسيس، هي بتستخدم ثاني أكسيد الكربون مشان تصنع منه جزيئات الطاقة زي الجلوكوز. وفي عندنا أمثلة ثانية مثل السيانوبكتيريا اللي هي البكتيريا اللي بتكون تعمل تمثيل ضوئي فوتوسينثيسيس. هلا في عندنا كاتيجوري من المايكرو أورجانيزمز بتعيش بظروف اكستريم، يعني ظروف هارش أو غير اعتيادية، بقسموها ل 5 اقسام: الاسيدوفايلز، الكيلوفايلز، الهالوفايلز، ساكروفايلز، والثيرموفايلز. الاسيدوفايلز هي المايكرو اورجانيزمز اللي بتعيش على بي اتش ات اور بلو 3، بسموها اسيدوفايلز، فهي بتحب ظروف الاسيدك. الكيلوفايلز عكسها تماما، تحب الظروف الالكلاين او القاعدي بين 9 و 14. هلا الهالوفايلز بتفضل الملوحة العالية مثل مثلا 0.2 مولر ان اي سي ال بروث. سايكروفايلز هلا اللي هي بتفضل درجات الحرارة المنخفضة، قلنا سايكروفايلز معناته منخفضة او باردة at 20 degrees or below، والثيرموفايلز عكسها اللي هي بتفضل درجات الحرارة العالية بين 60 و 80.
نيجي الآن للإيش الأخير اللي راح نحكي عنه اليوم اللي هو موضوع الشيب. عندنا 3 أنواع من البكتيريا حسب الشيب: الكوكس اللي هي جمع حق كوكساي، شكلها بكون إما سفيريكال أو إيلونجيتد اللي هو إليبتيكال يعني بيضوي، تمام. مثال عليها الستريبتوكوكس، ماشي. ولاحظوا كوكس هي جزء من السبيشيز. الباسيلس اللي هي عصيه زي ما احنا شايفين هون، هاي طبعا هون الستريبتوكوكس، هاي الباسيلس اللي هي العصيه، ماشي، جمعها باسيلاي. شكلها زي العصي او السلندرز، تن سلندرز، تمام. مثال عليها الباسيلس سبتيلس اللي فاوند ان سويل. في عندنا السبيريلوم اللي هو جمع سبيريلا اللي هي عاده بتكون سبايرال شيب او شكلها حلزوني زي هاي البكتيريا اللي هي رودو سبيريلوم بكتيريا، ماشي. طبعا ممكن الشكل هذا يتغير حسب الانفايرومنت اللي فيها المايكرو اورجانيزم. ان سمري قلنا المايكرو اورجانيزم، ناقشنا اليوم 3 شغلات: تسميه المايكرو اورجانيزم حسب قلنا سبيشيز الجينوس اند او الجينوس سبيشيز اند سترين، ممكن سب سترين. الفاكتورز اللي بتاثر على المايكرو اورجانيزم اللي هي التمبريتشر، بي اتش، اوكسجين، موستشر، نيوتريانت، واخيرا الشيبس اللي هي الكوكس، باسيلس، سبيريلا. هيك بنكون يعني لخصنا لكم محاضره اليوم او المحاضره اللي اخذناها اليوم يعني مور اور ليس. وبشكركم على الحضور، الله يعطيكم العافيه، او على الاستماع عفوا.